السادة المشاهدين، مساءكم خير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. من المكان ده أنا هنا أكتر من مرة قلت إننا بنتكلم بشكل واقعي وبنعترف بكل صراحة إنه إحنا عندنا أزمة، وعندنا أزمة اقتصادية بنعاني منها. لكن في نفس الوقت قلت إنه الأزمة دي في العالم كله مش في مصر بس، ده حال يا جماعة العالم كله من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في أول السنة اللي فاتت. لكن في حاجة مهمة كمان أنا برضو أكدت عليها، إن لو في مشكلة لازم نشوف لها حل بدل الاستسلام. مفيش مشكلة ملهاش حل، أنا مش بحب الاستسلام، أنا ما بحبش الهزيمة. طيب، ولازم نجتهد ونسعى عشان نقدم ونقترح حلول، لأن إحنا من أذكى الشعوب ونعرف إننا نجيب الجنيه إزاي. ما هو جميل إننا نعترف إنه في مشكلة وفي أزمة، لكن الأهم بقى إننا نطرح حلول ونفكر، لأنه أكيد في حلول، ونشوف أي حاجة تدخل لنا حتى لو دولار واحد. ومن يومين أنا كنت بتكلم عن السياحة، وإنه إحنا لازم من دخل السياحة، من الدخل اللي من السياحة لازم يزيد، ولأنها بتدخل لنا بالدولار. وقلت لكم الخمس حاجات اللي بتدخل الدولار لمصر، وقعدنا ندور مع بعض فين الحاجة اللي بتدخل لنا الدولار، أو المصادر اللي بتدخل الدولار لمصر. وده بدل ما نحط إيدينا على خدنا ونقول إنه يا خرابي يا نهار مش عارف إيه، إحنا في أيام سودة، ده إحنا شوفوا هيحصل إيه، إحنا في أزمة، ده إحنا في داهية، ده إحنا مش عارف إيه. لا يا جماعة، الاستسلام مفيش داعي للاستسلام. من ضمن الحلول دي الحقيقة مبادرة اتعملت اسمها مبادرة ادعم أهلك، اللي أطلقها بقى مين؟ عدد من أبناء المصريين في الخارج اللي من خلالها يتم التبرع كل واحد ب200 دولار لمصر، أو تحويل دولار بالدولار لمصر عشان يعملوا تغذية للبنوك بالدولار. مبادرة طبعا محترمة جدا، ناس بتفكر اهي وناس بتساعد. ها، المبادرة دي بتقول لنا انه اهو في حلول واننا لازم نكون ايجابيين. طيب تعالوا نرجع لورا شوية. انا قلت امبارح اننا عندنا خمس مصادر رئيسية بتدخل لنا العملة الاجنبية، ومنهم تحويلات المصريين في الخارج. وقبل أي حاجة أنا عايزة أشكر الحقيقة كل واحد من أبناء المصريين في الخارج على مبادرتهم دي، اللي بتقول الحقيقة قد إيه الناس دول صحيح بره ممكن تبقى ظروفهم يعني أحسن من اللي عايشين جوه مصر، لكنهم مهمومين ومشغولين بكل اللي بيحصل في بلدهم و بتهمهم مصلحة بلدهم. فما كان ممكن يقول لك يا عم طنش، أنا مالي، ما أنا قاعد وعايش وآكل وشرب وعندي الراتب بتاعي ويادوب مكفيني ويادوب عايش حياتي. لا، هم عملوا اللي يمكن ناس كتير جوه البلد ما عملتوش، وده مش جديد الحقيقة على المصريين، اللي هو موقف الشهامة ده. الصورة اللي على الشاشة دي أنا بفكركم بيها وهفكركم بيها تاني، اللي هي مصادر الدخل للدولة اللي بالدولار: الصادرات المصرية، تحويلات العاملين بالخارج اللي هي 32 مليار دولار في السنة. طبعا طبعا لما هتزيد هيبقى شيء عظيم. طيب المهم، واتكلمت طبعا عن ايرادات السياحه ونشدت وزير السياحه ان احنا لازم نتحرك شويه ونعمل مجهود وكده، يعني في حاجات كتير. طيب
انا برضو فكرت احنا كاعلاميين احنا ليه ما نتنزلش عن جزء من راتبنا عشان البلد. هو انا يعني الاول عايزه اشكر الزميل الاستاذ محمد الباز استاذي طبعا ان هو تنازل عن اجره الحقيقه. طب ما انا انت اشمعنى انت يا استاذ محمد الباز؟ انا كمان متنازله عن اجري، انا متنازله عن شهر واثنين وثلاثه كمان، ما عنديش اي مشكله. احنا مش دورنا اننا نطلع كاعلاميين نتكلم ونقبض وبس، لا، احنا مش ده اللي بيساعد المواطن. احنا النهارده دورنا اننا نساعد المواطن اللي مش قادر يدفع الراتب كله يدفع نصه، اللي مش قادر من الساده الزملاء يدفع نصه يدفع ربعه، مش قادر يدفع ربعه يدفع حته صغيره، بس لازم نعمل مبادره الاعلاميين. يعني ما يصحش يا جماعه، يعني الاعلاميين بياخدوا رواتب كويسه، ما يتنازلوا للدوله للشعب، الناس الغلابه اللي محتاجه ولا ايه؟ ونسميها ادعم بلدك، سهله يعني شهر نيجي على نفسنا فيه، يعني ما فيهاش حاجه، جزء، ما بقولش الراتب كله. انا عن نفسي انا متنازله عن اجر 3 شهور من راتبي، وصندوق تحيا مصر موجود في تحويل بنكي. وبعدين انا كنت عايزه اعرف اسماعيل، كان في ساعات بيعملوا للتسهيل للتبرع تليفون تطلب رقم فيبقى ده بفلوس، في ناس بتبقى قاعده بتبقى بتكسل هتعمل ازاي وتتبرع ازاي وتعمل ايه، فاحسن حاجه يروح داخل على الخط 10 مرات 5 مرات 20 مره. ها، الاتصال على صندوق تحيا مصر من خلال الخط الساخن ده بيعمل دخل، بيعمل تبرع. طب ما تنزلوه يا جماعه، فكروا. انا صدقوني انا ما اعرفش، نزلوه دلوقتي خلاص. انا بطلب من الساده المواطنين المصريين انهم برضو يعملوا كده، اللي قاعد في مكانه ومش قادر مثلا، مش عارف ازاي، انه مش عارف يساعد ازاي ونفسه انه يساعد، اعمل مكالمه، اعمل مكالمتين، اللي يقدر يعمل 10 اعمل 10. ها، والاعلاميين زي ما اتفقنا قلنا من الراتب بتاعك، احنا بناخد رواتب ندي منها. انا يعني بشكر الاستاذ محمد الباز لان هو اللي بدا بهذه المبادره، وانا معاك، ونفسي كل اعلامي بكره يعلن انا هو عايز يعمل ايه. يعني اطلع قول للمشاهد بتاعك انت عملت ايه عشان كل اعلامي يطلع يقول هو عمل ايه عشان المشاهد. ده هيخلي احنا قدوه للناس، احنا مش هنبقى قدوه للناس بس في الكلام وحل المشاكل واستعراض الاخبار ولا، لما نعمل كده ما في ناس تانية في وظائف تانية هتعمل زينا ويكون موقف ايجابي. والناس اللي زي مثلا السفراء الوزراء ما تتبرعوا انتوا كمان، ما انتوا عندكم بتاخدوا رواتب برضو، ممكن تعملوا كده. ف اتنازل عن جزء من راتبك. وعايزه اقول كمان انه النواب الشعب لازم ان هم برضو يساعدوا ان هم يتنازلوا. يعني انت النواب اللي هم مجلس النواب ومجلس الشيوخ، انتوا حوالي 1000. ها، لو كل واحد، انت الاجر اللي بتاخده مش ده اجرك، يعني مش ده اللي انت بتعيش بيه، ده اجر بتاخده من الدوله علشان الخدمات اللي انت بتعملها والروحه والجايه والسفر ومش عارف ايه، يعني مش حاجه اساسيه في حياتك. لو كل واحد اتنازل عن انتوا بتاخدوا مثلا 30,000 جنيه في الشهر، اتبرع ب 15، اتبرع ب 15، يعني بنتكلم على الاقل 15 مليون جنيه. احنا عندنا 1000 نائب في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لو كل واحد اتنازل او ادى 15 نص اجره، ها، في 3 شهور، يعني بنتكلم على حوالي 45 مليون جنيه على الاقل. وبعدين ده واجب عليك على فكره، يعني النائب مش المفروض انك انت بتساعد بخدمات بس، لا، ما انت يا عم تدفع من اجرك،
البلد النهارده محتاجه منك كده، اعمل كده. نساعد بعض يعني. واللي عايزه اقوله انه احنا لازم ندي للناس امل، والناس اللي انتخبتك لازم تقف جنبها. ويا جماعه النهارده كان في اول تحويل من المصريين في امريكا، يعني ده مش مجرد بقى كلام بنقوله، لا ده فعلا تحول الى حقيقه. اول تحويل بنكي من الجاليه المصريه في امريكا ضمن مبادره ادعم اهلك. احنا عايزين نشوف مبادرات من كل الناس في المجتمع، اعضاء مجلس النواب والشيوخ زي ما قلنا، الرياضيين. الرياضيين يا جماعه، ما انتوا بتاخدوا برضو فلوس حلوه، ها؟ لعيبه الكوره، المدربين، ها؟ رؤساء الانديه. يعني انا برجو من سياده وزير الرياضه، الشباب والرياضه، ان هو ياخد المبادره دي، يعني مش هو مش غصب، بس يحاول انه يعمل ده مع اللعيبه ومع المدربين ومع رؤساء النوادي. يعني انا عارفه انه مثلا الكابتن الخطيب محبوب جدا، يعني يا ريت تنزل النادي الاهلي وتطلب من الناس الاعضاء التبرع، وهم قاعدين كده ان شاء الله كل واحد يطلع مثلا مش عايزه اقول قد ايه، بس هيطلع يا جماعه فلوس للبلد اللي يقدر عليه. ها، لازم نقف مع الناس في شدتها. في ناس لو انت يعني معتبر نفسك في شهر رمضان، احنا في شهر رمضان بنحوش طول السنة كل الخير اللي بنبقى عايزين نعمله ونروح نعمله في شهر رمضان، وبتبقى بقى يعني بكتير بكتير. اسبق بخطوة، احنا داخلين على رمضان، تخيل انه من النهاردة في رمضان انزل اعمل كراتين، نزلها للناس اللي في الحتت اللي مناطق الفقيرة، الناس اللي مش لاقية رغيف العيش، اللي مش عارف ايه، مع انه مفيش يعني مش واصلة للمرحلة دي، بس ده هيفرق كتير. احنا المصريين عندنا اصل، عندنا شهامة، وعندنا جدعنة، ها، وعندنا طيبة، ومفيش شعب زينا بيقف جنب اخوه. ف انا برجوكم انه الناس كلها لو عملت كده، ده جزء، ما احنا لازم نقف جنب الدولة يا جماعة. ما انا مش برضو لازم اقعد على الكرسي واقول انتوا بتعملوا ايه، ما تصرفولي، طب ما تساعدني، ساعدني، يعني لازم نعمل حاجة. انا واثقة ان كل الناس اللي طلبت منها المبادرات النهاردة انها تتحرك، لانها بتحب بلدها، ولأنها البلد ليها فضل على كل اللي أنا قلتهم، وإحنا الإعلاميين كمان البلد ليها فضل علينا، لازم نعمل كده. أنا معايا الأستاذة إيمان وهمان، إحدى منسقي الجالية المصرية بنيويورك. مساء الخير يا مدام إيمان. بخير أستاذة بسمة. مبادرة ادعم اهلك انا عجباني قوي، وفتحت لي سكك كتير النهاردة عشان اطلب ناس في مجالات مختلفة ان هم يتبرعوا. احكي لي على المبادرة دي. هي الحقيقة المبادرة دي جاية، احنا عندنا اتحاد هنا في امريكا، في عامة يعني اسمه اتحاد المصريين في الخارج، ولهم فرع في امريكا، وفي دكتور اسمه الدكتور عصام الدين، هو اقترح في الاول كانوا عايزين يعملوها تبرع، بس احنا قلنا انها اكرم ان احنا بدل ما نعملها تبرع ان احنا نفتح، نطالب بالبنك المركزي وبنك مصر والاهلي ان هم يفتحوا حساب بالدولار، بحيث احنا بنحول لاهالينا على ويسترن يونيون، بدل ما نحول على ويسترن يونيون او على اي بنك ثاني، لا احنا نحول على البنوك الحكوميه المصريه. حلو. وفي المقابل اهالينا تاخد الفلوس دي بالمصري، يبقى احنا كده بندعم مصر وبنزود الحصيله العمله الصعبه الدولار، في نفس الوقت برضو بنساعد اهلنا. انا بحيي المبادره دي، بحييها بحييها بحييها. الله يخليك، اتفضلي. احنا كل واحد طبعا بيساعد اهله في مصر، فبقى كده هتبقى طريقه، يعني احنا شايفينها انها مبادره كريمه من ناحيتين، انك انت تساعدي اهلك وفي نفس الوقت انك انت بتساعدي بلدك.
بس هي دي مبادرة باختصار، ومعلش مش هقدر اطول معاكي لان انا في الشغل والوقت بتاعي انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه ايمان وهمان مناسقه الجاليه المصريه في نيويورك. وزي ما قلت لكم قبل كده، البلد دي محتاجه افكار مبدعه، محتاجه كل فرد فيها انه يتحرك حتى لو على قد استطاعتك. يعني والله الجنيه هيفرق، الجنيه يعني جنيه على جنيه على جنيه على جنيه هيفرق. والناس اللي انا قلت عليهم انه احنا منتظرين ان هم يعملوا مبادرات، اللي هم السفراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وكل الناس دي والسادة الإعلاميين الزملاء، يعني كل ده هيساعد. أصل هي ما هو البلد هتعمل إيه يا جماعة، ولا هتعمل إيه ولا هتعمل إيه؟ ما إحنا لازم نقف جنب بلدنا برضو. يعني اللي مش عايز يتبرع في حتة معينة ينزل لأهله بلده مسقط رأسه ويساعدهم. أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، يعني أنتوا عندكم دواير، مش هتتبرع بالراتب بتاعك، انزل خد بقى كراتين وخد كل ما تشتهيه الأنفس ومن حرمان من الناس، وانزل وديهم، وزع عليهم، اعمل شوادر مخفضة، اعمل كراتين، شوف الناس محتاجة إيه. يعني ما أعملش بقى كراتين فيها حاجات مش لازماهم. لازم تعرف إيه اللي ناقص في الدايرة بتاعتك وحطه في كرتونة ووزعه على الناس. حب المصريين لبلدهم بيظهر في الشدائد، وأنا الحقيقة بطالب النهاردة كل المصريين إنها تقف مع بعض وتقف جنب بلدها، لأن لو وقفنا جنب بلدنا صدقوني هتفرق كتير. ودايما تحيا مصر. ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر، وكتبت اسمي بكل فخر في كل صفحة من كتابك. يا برودك اللي بينا اشتد عونك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ضحيت زمان وهضحي تاني ومستعد، وتشد ريحة دنيا شد صالب في طولي ما انحنتش. يفديك دمي وانت عارفة دمي حر، والعرض لسه مستمر، لسه الحكاية ما انتهت. يا جنودك اللي بينا اشتد عهودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. يا جنودك اللي بينا اشتد عهودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عهودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شو
سادة المشاهدين برحب بكم من جديد وأهم الأخبار. الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية نشرت صورة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في قمة أبو ظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث تهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أيضا من أهم الأخبار النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من القرارات والمؤشرات الإيجابية والمهمة. أول قرار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من 1000 إلى 1250 جنيها. رقم 2 في القرارات، صادرات مصر في 2022 ارتفعت ل 53.8 مليار دولار مقارنة ب 45 مليار دولار العام الماضي، وأن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار. القرار رقم 3 الإفراج عن بضائع من المواني بقيمة 4.8 مليار دولار في الفترة من 14 ل 17 يناير الجاري. القرار رقم 4 توجيه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتيجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام. تعالوا نسمع مع بعض أهم قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم. النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء كان في مجموعة يعني كبيرة من القرارات والأخبار السارة، اللي الحقيقة يمكن النهاردة أنا حبيت أن احنا نشارك كل المواطنين وحضراتكم بهذه الأخبار. يمكن أول شيء في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح وأن يبقى في سعر مجزي لتوريد القمح في هذا الموسم، يعني احنا كنا سبق طبعا أن احنا كنا خدنا قرار بأن يبقى سعر توريد الأردب هو 1000 جنيه، فالنهاردة مجلس الوزراء أقر حافز توريد إضافي ب 250 جنيه، وبالتالي يبقى كده القيمة الإجمالية لتوريد القمح إن شاء الله هيبقى 1250 جنيه للأردب، وده رقم يعتبر رقم يعني رقم مجزي طبعا بنقارن بالسنة اللي فاتت كان إجمالي قيمة الأردب يعني مع الحافز اللي كان مصروف كان حوالي 880 جنيه للأردب، فبالتالي احنا كده بنتكلم النهاردة على 1250 جنيه للأردب بالقمح، وده شيء مهم جدا مع استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح، وان كل دورنا ان شاء الله الفترة الجاية هو دعم الزراعة ودعم الفلاح المصري. النهاردة ايضا وكنا اعلنا عنه وهو مبادرة مقدمة للصناعة القطاع الصناعي والزراعي الانتاجي، بالفعل النهاردة مجلس الوزراء اقر المبادرة بصورة نهائية ومعناها ان احنا هنبدأ تطبيقها بالفعل اعتبارا من الاسبوع القادم، بحيث يبقى اجمالي المبادرة سنويا في حدود 150 مليار جنيه. بالمنظر ده يبقى الدولة بتتحمل في السنة في حدود 10 مليار جنيه فرق سعر فايدة، وده كله لدعم قطاع الصناعة والانتاج الزراعي. وأيضا الحقيقة بدأت هتبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا. النقطة الأخرى أنا حابب أن أنا أؤكد على أرقام مهمة جدا النهاردة. إحنا من فترة من 14 يناير إلى 17 يناير أربع أيام أفرجنا وأنهينا إجراءات إفراج عن بضايع ب 4.8 مليار دولار. اللي موجود النهاردة على مواني مصر كلها
البضائع اللي النهارده وانا بكلم حضراتكم واحنا موجودين، كل اللي موجود النهارده 5.3 مليار دولار فقط، منهم 3 مليار لسه المستوردين ما خلصوش اجراءاتهم، يعني ما قدموش اوراق من الاصل او لسه بيخلصوا اجراءات. وبالتالي معنى هذا الكلام ان احنا الحمد لله خلاص تقريبا نقدر نقول انهينا فكرة المتراكم اللي كان موجود في المواني، وبدأنا النهاردة نعود الى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع. الحكومة المصرية لديها خطة واضحة جدا لتدبير الموارد الدولارية على مدار السنة القادمة اللي هي سنة 23 بالكامل، وهدفها كلها ان اي فجوة النهاردة موجودة ازاي هنقدر نغطيها في خلال الفترة الجاية عشان ما يحصلش عجز دولاري. الحاجات دي كلها هتبقى من خلال حجم كبير من الاجراءات اللي احنا بناخدها، ويمكن ما نقدرش ان احنا نعلنها بصورة واضحة غير لما يكون خلاص بناخد الاجراء وبناخد الموضوع، لان طبعا مجرد ان الاعلان المسبق عنه ممكن يكون ليه بعض ردود الافعال الجانبية الاخرى اللي احنا طبعا بنبقى متحسبين ليها. فعشان كده اللي انا بأكده ان شاء الله بنتحرك نحو يعني غلق هذه الفجوة الدولارية اللي موجودة، ودي توجيهات من السيد الرئيس للحكومة ان لازم نصل الى هذه المرحلة ان ما يبقاش عندنا فجوة دولارية على الاطلاق ما بين ايراداتنا ومصروفاتنا في خلال الفترة القليلة القادمة. الخبر الاخر وهو خبر مهم جدا، ان الحقيقة احنا ناقشنا النهاردة مع معالي وزراء التجارة والصناعة ومعالي وزير البترول، وزير التجارة والصناعة وزير البترول، يعني الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية في عام 22. احنا لسه بندقق الأرقام عشان تطلع بصورة نهائية، ولكن احب ان انا اقول لحضراتكم الرقم المبدئي ان احنا صادرات مصر ارتفعت الى 53.8 مليار دولار، بالمقارنة حضراتكم تتذكروا السنة اللي قبلها كنا 45، يعني تقريبا نسبة زيادة بتقترب من 20%، وده بالرغم من كل التحديات اللي واجهتها الصناعة في مصر والإنتاج في مصر في عام 22 والظروف الصعبة اللي احنا واجهناها، ولكن الأرقام والمؤشرات الأولية بتقول لنا هذه الأرقام، وده بيؤكد ان بالرغم يعني، وده اللي أنا عايز أقوله، ان يمكن لولا الظروف الاستثنائية الصعبة اللي احنا عدينا فيها في 22 كان الرقم كمان هيبقى أعلى من كده، ولكن مع كل ده برضو احنا ماشيين في الطريق السليم من ان كل سنة بنتزايد الصادرات المصرية بأرقام جيدة جدا وبنسب ليست بالقليلة، يعني بنتكلم في 20%. مشاهدين برحب بيكم من جديد. كنا بنتكلم عن السياحة وانه تطوير السياحة والدخل اللي عايزينه يجي من السياحة. في معلومة بقى، يعني قصة بقى، يعني ايه لازم اقولها لكم. في معلومة انا نفسي كنتش اعرفها، ناس كتير ما تعرفهاش كمان، وهي ان مصر فيها 118 هرم. حسيبكم ثانية يعني تاخدوا الصدمة. مصر فيها 118 هرم، مش بس اهرامات الجيزة التلاتة وهرم زوسر المدرج، لا احنا عندنا طول الصحراء الغربية اهرامات كتير جدا، واهرامات الجيزة التلاتة على فكرة هي اكبر، لكن الاهرامات التانية دي برضو مهمة جدا وجزء من تاريخنا. ايه يا جماعة، ده دي سياحة، ده الاهرامات دي في جنوب سقارة قبل دهشور كده، آثار يعني للأسف مقفولة على فكرة، ومش مسموح للمواطنين ان هم يدخلوها، مش مسموح للسياح انهم يدخلوها. وانا صراحة انا مش فاهمة ليه، انا عايز حد يجاوبني يقول لي يعني ايه ليه، طب قافلينها ليه، يعني ايه يكون عندنا اهرامات ومش مفتوحة للزيارة. بس الموضوع بقى كمان مش كده وبس، لا، من يومين حقيقة
ناس من الأهالي صوروا المنطقة اللي هي اللي بقول لكم عليها دي، اللي فيها الأهرامات دي، اللي في جنوب سقارة، اللي هي عبارة عن عربيات بتشيل الصرف الصحي، بترمي الصرف الصحي في الحتة دي ومخلفات الصرف الصحي. مصيبة، مصيبة بكل معناها. منطقة سقارة اللي هي يا جماعة منطقة أثرية وفيها جزء من التاريخ تتحول لمخلفات صرف صحي. شوفوا الصور يا جماعة، ما تنزل الصور يا تامر اللي هي فيها. أيوة أيوة، فكس بقى، يرضيكوا كده يا جماعة؟ ينفع كده؟ الصورة دي منشورة على تويتر بتحكي مأساة، بس الحقيقة حاجة محزنة ان تكون دي منطقة فيها آثار مصر وآثار الملوك اللي حكموا مصر تكون بالمنظر ده. كنوز عمرها آلاف السنين، ممكن تخلي العالم كله يسافر عشان يجي مصر عشان يزورها على فكرة، لكن للأسف بترمي فيها صرف صحي. ده أنا لسه من يومين كنت بتكلم إنه السياحة دي حل كبير جدا لأزمتنا الحالية، دولارات سهلة وسريعة وبتدخل لمصر وبترفع اسمها، والسائح اللي هيجي مصر ينبسط وهيروح ويحكي لأهله ولأصحابه والمجتمعه، فيجيب ناس تانية وموضوع يكبر ويكبر. وانتوا عندكوش فكرة السياح بينجذبوا لموضوع الأهرامات ده ازاي، وكل المناطق الأثرية طبعا. فاحنا عايزين نجذب السائح مش نطفشه. ايه اللي بيحصل في منطقة آثار سقارة دي وايه الموضوع؟ انا معايا دكتور خالد سعد، مدير عام إدارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار. مساء الخير يا فندم، برحب بيك في 90 دقيقة. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا يا دكتور خالد، يرضيك المنظر ده يا دكتور خالد؟ ايه ده؟ طيب تسمحي لي بس اوضح حاجة مهمة جدا بخصوص عدد الاهرامات اللي موجودة في مصر. يا ريت. اولا الاهرامات اللي عندنا في مصر، في اهرامات بتسمى هرم لكن هي في الحقيقة عبارة عن قاعدة هرم، زي مثلا هرم أتريب اللي موجود في بنها. عندنا هرم موجود في بنها اسمه هرم أتريب. عندنا مجموعة من دي معلومة جديدة بالنسبة لي. عندنا مجموعة من الأهرامات الأخرى هي أهرامات صغيرة الحجم، زي أهرامات أبو صير. وأهرامات أبو صير عبارة عن أهرامات ما بتزيدش طول الهرم عن 12 إلى 15 متر، تعتبر أهرامات صغيرة. بالإضافة إلى كده عندنا حاجة اسمها الأهرامات الجنائزية، اللي هي الأهرامات اللي بتبقى مخصصة لزوجات الملك، زي مثلا الثلاث أهرامات اللي موجودين عند هرم خوفو أو هرم كورع. فدي بتضم إلى قائمة الأهرامات، لكن في الحقيقة هي أهرامات يعني من جوة لا تستطيع أن هي تستوعب عدد كبير، بالإضافة إلى أن نوعية البناء الخارجي بتاعها عبارة عن نوع من أنواع الحجر. معلش مش مهم من جوة، الناس تشوفها من بر. ما هي دي متاحة للزيارة، كل ده متاح للزيارة. غير متاحة يا فندم. لا متاحة للزيارة، خليني بس أرجع لحضرتك. طب والمنطقة اللي أنا نزلت صورتها، نزل صورتها يا أستاذ تامر. أنا جاي لحضرتك يا دكتورة، أنا جاي لحضرتك في الكلام. اتفضل. بالنسبة بقى لمنطقة جنوب سقارة، لا بيسموها جباني تمنف. بيسموها إيه يا فندم؟ جباني تمنف. جباني تمنف دي بتاخد جباني تمنف؟ اللي هي أقدم جبانة، اللي هي عند جنوب سقارة يعني عند قبل دهشور. أنا جاي لحضرتك في الكلام بس. معلش أنا بسأل حضرتك، يعني هي دي المنطقة اللي إحنا الاتنين بنتكلم عليها؟ هي تبدأ من أهرامات الجيزة لغاية هرم ميدوم. يعني دي منطقة واسعة جدا، بتنقسم للآتي: منطقة أهرامات الجيزة، ودي منطقة لحد ما كبيرة مؤهلة لزيارة السياحة العالمية، وكان عندنا إشكالية في الصرف الصحي بتاع ترعة المنصورية. وطبعا بعد فترة كبيرة جدا استطاعت الدولة أن هي تتفهم وضع المنطقة السياحية العالمية، وعملت ترعة المنصورية صرف مغطى إلى ما بعد الطريق الدائري.
بناخد بقى بعد كده منطقه سقاره. سقاره بتنقسم الى اكتر من منطقه، في حاجه اسمها سقاره الشماليه ودي بيوجد فيها مجموعه اهرامات ابو صير اللي هم اهرامات الاسره الخمس، وبعدين في منطقه سقاره، وبعدين في منطقه سقاره الجنوبيه اللي هي بيوجد فيها مجموعه اهرامات زي مثلا هرم اسر كيف والمقبره بتاعه فرعون، بالاضافه الى كده منطقه دهشور. ومنطقه دهشور برضه منطقه معده للزياره السياحيه وفيها مجموعه اهرامات مهمه جدا زي الهرم المنحني بتاع سنفرو، زي الهرم الاحمر بتاع زوسر بتاع سنفرو برضه، ومجموعه من الاهرامات الاخرى. فندم الشرح ده كويس جدا، بس انا عايز اروح للمنطقه اللي انا بتكلم عنها. أنا جاي اللي فيها المشكله، انا جاي لحضرتك. كل هذه المناطق ابتداء من منطقه ابو صير لغايه منطقه ندوم متخمه لمناطق سكنيه. المناطق السكنيه دي بقى لها قد ايه؟ بقى لها فترات زمنيه طويله جدا. للاسف الشديد، للاسف الشديد ان في سلوك لا يتماشى مع المنطقه الاثريه، وهي وجود الرشاحات او المصارف الصغيره اللي الناس بتلقي فيها الصرف الصحي. خطوط الصرف الصحي في هذه المناطق بقى لها فتره كبيره جدا متهالكه، فالناس بتضطر الى حد كبير ان هي تعمل اشبه بالترانشات وتقوم باخلاء هذه الترانشات والقائها في المصارف اللي هي الصغيره اللي بجوار. معلش يا فندم، يعني هو الحل ان انا ارميها في مناطق اثريه؟ لا، هي مش مناطق اثريه. ثواني بس، انا جاي لحضرتك اوضح لحضرتك. انا كل ما اقول لحضرتك حاجه تقول لي انا بوضح. انا عايزه اتكلم معلش في المشكله نفسها يا فندم من فضلك. ما انا جاي لحضرتك، هي مش منطقه اثريه. انا مستنيه حضرتك بقالي 10 دقائق تيجي ما جيتش لسه. طيب، هي مش منطقه اثريه، بس عشان اوضح لحضرتك، لا يستطيع احد ايا كان مهما كانت سلطته ان هو يلقي مخلفات صرف صحي في منطقه اثريه، استحاله. دي جريمه يعاقب عليها القانون. ولا المنطقه دي مهمله من مين؟ ما انا اقول لحضرتك بقى برضو؟ احنا عندنا دلوقتي في اشكاليه ما بين مجموعه من الوزارات بتتداخل اختصاصاتها في المنطقة. كله بيتهرب من مسؤوليته. طيب، انا دوري ان انا اعمل صرف صحي؟ هل دور وزاره الاثار ان هي تعمل صرف صحي؟ هل دور لا تنسق حضرتك تنسق مع المحليات؟ احنا بننسق وبنشترك، لكن في امور خاصه بوزارات معنيه دورها الاساسي ان هي تقوم بمعالجه المحيط المجاور للمناطق الاثريه. ده مش دور وزاره الاثار. معلش، بس ده دور حضرتك انك انت تحافظ على كل المناطق الاثريه. انا بحافظ على المناطق. حضرتك تنسق مع كل الوزارات. ما هو التنسيق تم فعلا، وموضوع ان الدوله تتكلف بموضوع الصرف الصحي او ماده خطوط الصرف الصحي او الصرف الصحي المغطى او وجود خطوط صرف صحي جديده بدل المتهالكه، ده مش دور وزاره الاثار، ده دور التنميه المحليه ودور المحليات ودور المحافظه. طب حضرتك اخر مره طالبت وزاره الاسكان والتنميه المحليه كان امتى؟ حضرتك شوفي الجوابات. انا مش دفاعا عن وزاره الاثار، مش دفاع ولا اتهام، احنا عايزين نوصل لحل. لكن انا بس بوضح لحضرتك ان ده مش دور بتاع وزاره الاثار. عارفين. تمام، نيجي بس انتوا نسقتوا معاهم، قالوا لكم ايه؟ ما هو ما فيش اعتماد مالي، ما فيش صرف دلوقتي، ما دخلتش التنميه، ما دخلتش، كلها ردود بتتهرب وتتنصل فيها من المسؤوليه. طبعا المناطق دي في منطقه منخفضه عن المنطقه الاثريه نفسها، لكن احنا بنعاني كمنطقه اثريه من ايه؟ من ارتفاع منسوب جزء من المياه الجوفيه في بعض المناطق الاثريه. لان حضرتك لما تروحي زي منطقه اللاهون بتلاقي فيها ارتفاع لمنسوب المياه الجوفيه، اللي وزاره الاثار بتنسق فيها مع عن طريق رئاسه مجلس الوزراء وعن طريق الجهات المعنيه في عمل مشروع متكامل لكل المنطقه، مش لمنطقه اللاهون او منطقه مزغونه او منطقه جرزه او منطقه برنشت، لان كل المناطق دي متخمه للمواقع الاثريه. انا عايز حضرتك مره احنا كلنا يا فندم كلنا دورنا ان احنا نلقي الضوء على هذه المشاكل المفروض وعلى حلها، يعني وانتوا كوزاره المفروض اول ناس تعمل على حلها. طيب، انا اطلب من حضرتك بس طلب ان حضرتك تاخدي كاميرا وتنزلي تشوفي المواقع السكنيه
المتاخمه لبعض المواقع الاثريه زي مثلا منطقه دهشور، زي منطقه جرزه، زي منطقه حاولنا ومنعنا بطريقه غريبه جدا، وناس كانت غريبه جدا واقفه، ودول انا مش عارفه دول مين، يعني منعوا التصوير يعني بتهديد، وكان ناس انا مش فاهمه ايه دول، انا مش عارفه مين اللي قاعدين في المنطقه دي، انا مش عارفه. استاذ خالد، دكتور خالد، الو، ايوه دكتور خالد حريك، سمعتني؟ انا بس الصوت مش واضح شويه لو تقدر. هقول لحريك تاني، احنا حاولنا، بعتنا كاميرا والمراسل. ألو. حقيقة انا بس عايز اوضح لحضرتك حاجه. طب معلش ممكن اكمل كلامي حضرتك؟ اتفضلي. احنا بعتنا مراسل بالفعل يصور، علشان خاطر برضو ما اعتمدش على صوره زي كده، انا بحب دايما اعتمد على شغلي انا في 90 دقيقه. تمام. المراسل حقيقه اتهدد، وطلع له ناس شكلها غريب ومسكوه من هدومه واتلموا عليه وقالوا له يلا امشي من هنا، وعلى الله اتصور، ولا هم تبع وزاره ولا موظفين ولا اي حاجه، ومش عارفين لحد دلوقتي الناس دي ايه كينونتها ومين دول. طب فعشان كده قررنا ان احنا نخاطبكم. طيب وزاره السياحه والاثار. المراسل مشكورا ينزل على اسم الشرطه ويتوجه الى اسم الشرطه او لشرطه السياحه والاثار، وياخد معاه ضابط مرافق ومجموعه من الامناء وينزل يصور زي ما هو عايز. ليه بقى؟ لان الاعلام جزء اصيل من دوره مش ان هو ينشر الايجابيات، لا، ونشر السلبيات ده جزء من معالجه الواقع. ما عارفش بقول لحضرتك يصور. يعني احنا برضو بشكر هيروح هيروح يعمل بلاغ على ايه؟ لا مش بلاغ، هو بيتقدم بجواب رسمي، بجواب رسمي بياخده معاه الاعداد، هو اللي هيعمل كده بالجواب الرسمي. ايوه يا فندم. امال انتوا حضرتكوا شغلتكوا ايه يا فندم؟ ما المنطقه الاثريه ما فيهاش حاجه، هو هيجي يصور في المنطقه الاثريه ايه؟ المنطقه الاثريه ما فيهاش حاجه، عايز يصور المهزله اللي موجوده. المهزله دي بقى الاهمال اللي موجود يا فندم. المنطقه الاثريه ما فيهاش حاجه، لكن الاهمال اللي حضرتك بتتكلمي عليه او الصرف الصحي ده في مناطق مجاوره للمناطق الاثريه. احنا مالناش طريق مؤدي. طيب احنا السياحه هتروح ازاي يا دكتوره؟ انا بس عايز اقول لحضرتك، ما هو معالجه طريق المنصوريه من اول دخله الليبيني طول طريق سقاره، حضرتك شوفي ترقه امتداد ترقه المنصوريه عامل ازاي، وشوف حضرتك كميه القمامه اللي بيتم القائها على الروافد بتاعت ترعه المنصوريه، وشوفي السلوك بتاع الناس، وشوفي التكاتك، وشوفي قد ايه معاناه شركه. طب حضرتك شايف الحل ايه؟ اقول لحضرتك الايه. اتفضل. لازم الدوله تتبنى مشروع متكامل، الدوله، ما بنقولش وزاره السياحه. ما انتوا جزء من الدوله، انتوا اللي جزء من الدوله، اما وزاره السياحه والاثار المفروض انتوا اللي تعملوا كده. يا فندم انا مش هغرد خارج الدوله الكل. هتعمل ايه ولا ايه؟ ما هو انا جاي لحضرتك، مش دي ميزانيه، سبت جزء من الدوله يا دكتور خالد. يا فندم ما هو مش الميزانيه اللي احنا اللي عندنا بنرمي بيها المواقع. هو التنظيف المنطقه دي محتاج ميزانيه؟ مش شغلتي، مش شغلتي. منع القاء الصرف الصحي في هذه المنطقه محتاج ميزانيه يا فندم؟ يا فندم اه طبعا محتاج ميزانيه كبيره جدا، هي المساله مساله. طب ماشي، خاطب الوزاره. انا بكلم حضرتك يا فندم، افهميني لو تكرمت. اتفضل. مسؤوليه مسؤوليه جماعيه ما ينفعش يقوم بيها فرد الوحده. متفقه معاك ان هي مسؤوليه جماعيه. دلوقتي في اعتمادات ماليه، بس حضرتك بترميها على غيرك وخلاص دلوقتي. انا مش برميها، انا مش بتنصل من المسؤوليه، انا بقول لحضرتك. يعني حضرتك ما عندكش جزء من المسؤوليه؟ انا عندي جزء من المسؤوليه. انا بس هو ده اللي انا بتكلم عليه يا فندم، انا بقول لحضرتك انا بعاني منها بطريقه غير مباشره. يعني وجود منطقه مش مؤهله كسايت مانجمنت جنب المنطقه الاثريه، طب ما هو ده بيضرني، وعدم وجود طريق سياحي ممهد. دكتور خالد احنا مش عارفين نوصل لحاجه، بس على العموم انا يعني بشكر حضرتك وبتمنى الحقيقه انه الموضوع يتحل، وبشكر الدكتور خالد مره تانية، خالد سعد، مدير عام اداره اثار ما قبل التاريخ بوزاره السياحه والاثار. والحقيقه انا شايفه انه لازم يكون في
في اهتمام بكل المناطق الأثرية اللي في مصر، ومش صحيح انه ممكن الهرم ما ينفعش ادخل فيه فيبقى ما يعتبرش هرم ولا آثار. هو مين بيدخل؟ مش لازم ادخل الهرم، انا كفاية اصوره وكفاية احط شكله وكفاية اتصور جنبه. يعني يا جماعة في ايه يا جماعة؟ يعني هو لازم كل واحد يقوم بدوره، ده الوقت اللي لازم كل واحد يقوم بدوره. عايزين نشتغل. ما علينا، عندي بقى موضوع تاني بقى يا جماعة. عسل عسل عسل. بصوا بقى يا جماعة، أنا مش عارفة أضحك ولا أعيط. التيك توك لحس دماغ الناس تقريبا، والناس بقت عايزة مشاهدات بأي طريقة، وللأسف بقى في ناس يعني بتتجرأ على الله وتعمل ده من خلال القرآن الكريم والعياذ بالله. وأنا معرفش الناس دي الحقيقة بتجيب منين ضمير وقلب إنها تتطاول على القرآن بهذه الطريقة. ده يعتبر، أنا بشوفه، يمكن أنا غلطانة، إن ده تطاول على القرآن واستغلال ونصب. يعني زي ما سمعت كده، في هنزل لكم فيديو، واحد ماسك القرآن الكريم وعامل عليه أداء تمثيلي زي تيك توك، يعني مشغل قرآن وإيه بيحرك شفايفه، هو حافظ الإيه الصورة. وعلى فكرة بقى ده بيحصل كتير جدا، اللي في المترو اللي يقول لك شوف الشباب دول، ويكون ويروح طالع بصوت أداء يبقى مع الصوت الأصلي، وواحدة تطلع برضو عاملة وتقول لك ويقول لك شوف الصوت الجميل، وبيبان على فكرة، لأن الصوت لما أنت تتكلم وبتبقى أنت اللي بتقول. في يا جماعة إحنا درسنا في الإعلام إنه في حاجة اسمها بتطلع الكلام منين، بتطلعه من بقك ولا بتطلعه من بطنك ولا مخارج الحروف ولا من حنجرتك، وبيبقى فيه أداء معين وبيبقى فيه شكل. فإحنا بنكتشف ده وبنكشفه، بيبان. فالأستاذ بقى هذا الأفندي راح عزا يقرأ في هذا العزا، وخد الصوت الأصلي وحطه على فلاشة وفضل يحرك شفايفه. نزلوا الفيديو يا جماعة. قال إني ليحزن ينفع كده؟ ينفع كده يا جماعة؟ يعني احنا وصلنا لهذه المرحلة؟ طب يعني اللي بيلعب بشفايفه ده على فكرة اسمه أمير الصعيدي، يعني اللي هو بيقلد ده، اللي هو جاب فلاشة وبيحرك بقه على ان هو ده صوته، ده اسمه أمير الصعيدي. من حظه بقى الوحش انه احنا اكتشفنا انه صاحب الصوت الاصلي هو الشيخ والقارئ سيد سعيد، الملقب بسلطان قراءة القرآن الكريم، وهو معايا دلوقتي على الهاتف في 90 دقيقة. مساء الخير يا شيخ سيد. مساء الخير، كل سنة طيب. منورنا في 90 دقيقة.
ربنا يديك الصحة وبارك فيك يا رب العالمين ويسعدك ويكرمك. وصوتك اللي بداخل القلوب ايه الحلاوة دي وايه من الله. انت بتقوله من قلبك فداخل قلوبنا. يعني الثانيتين اللي انا سمعت فيهم دول يعني ما تعرفش انا تأثرت قد ايه من جمال صوتك وحلاوة القرآن وكلمات القرآن. يعني حاجة عظيمة بصراحة. هو ده فضلا من الله. الحمد لله. الحمد لله وشكر لله. يعني شعورك ايه لما عرفت؟ انت عرفت دلوقتي ولا من قبل كده انه انا سمعت قبل كده ان في حاجه زي كده. والولد ابن اخويا ابني جابها لي على التلفزيون، بس مش عارف الولد ده منين، لانه ده باين صعيدي يعني مش من جهتنا يعني. هو اسمه امير الصعيدي. يبقى هو ما اسمه من، يبقى هو من الصعيد. لانه هو ايه، انا دقني بيضه هو دقني سودي، هو اسود كمان بطبيعته يعني، مش الحمد لله يعني في تغيير في الاداء. بس انا عايز اعرف هو بيمشي معايا ازاي بشفايفه وبتاع وحنجرته، مش معقول يعني. بيتدرب حضرتك قبل العزاء او بياخد فتره من الوقت؟ لان ده بيزنس بقى، شغل طبعا. فهو طبعا شغل. بيتدرب على وقفاتك وعلى طلعاتك وعلى كل حاجه وعلى توم صوتك. ما هو ده بيزنس. ما هو انا عارف، انا في ناس بقلدوني كتير، شباب بقلدوني كتير، بس مخرقين يعني، وبنبسط لما اسمعهم. ايوه في فرق بانه يقلدك وفي فرق انه يحط فلاشه ويقلد صوتك انه بينصب. ده نصب. دي بالنسبه لانه في الصعيد ما عرفوش يعني او ما شفتوش قبل كده. انما هنقول ايه؟ هنعمل، طب اعمل فيه ايه دلوقتي؟ مش طايل بايدي حاجه. لان انا بقول لاهل القران كلهم اتقوا الله، كلهم كبير وصغير يتقوا ربنا في القران. ده حقيقي. يتقوا الله في القرآن. يعني ما بقاش القرآن كمان مجال للنصب يعني، والعياذ بالله. يودونا لحد فين؟ والله انا هقول لسعادتك، انا غلبت اتكلم في عندكم في البرنامج ده. انا اتكلمت مع الاستاذ الحاج محمد الباز برضه بالنسبه للقرآن في القناه دي بالذات. ايوه اما كان محمد الباز زمان، ده كان زمان. لا ما فيش زمان، قريب خالص. واتكلمت برضه في القرآن وحفظ القرآن وأداء القرآن، لأن دي بينه وبين ربنا. الحمد لله، الحمد وشكر لله. طيب خليك معانا، احنا معانا الشيخ محمد حشاد فضيلته هيتكلم دلوقتي لأن هو نقيب المقرئين، فاحنا عايزين نعرض عليه المشكلة. هو راجل محترم جدا الحقيقة، ويعني حامل لكتاب الله وبيحميه طول الوقت وبيحاسب المخطئ، فاحنا نشوف رايه ايه. مساء الخير يا شيخ حشاد. مساء الخير يا دكتوره، اهلا وسهلا. ازاي صحتك؟ وحشنا والله. وحشنا وحشانا يا دكتوره والله. انا مش عارف يعني، مش عارف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يوجهك هذا الاتجاه يعني لكشف هؤلاء الناس. ويعني انا مش عارف والله، انا مش عارف يعني اقول ايه. ده حتى الم يقرا قول الله تعالى انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله؟ يعني هذا الرجل ينتفي عنه الايمان، انما يفتري الكذب، هذا رجل كذاب، وربنا سبحانه وتعالى نفى عنه الايمان. فهو لما ينتفي عنه الايمان ازاي هو يلبس العمه اللي انا شايفها دي ويروح ويحط البتاعة دي قدامه ويقرا؟ يعني انا الحقيقه يعني في عجب من هذا الموضوع. اي أيوة والله انا في عجب والله من هذا الموضوع. ودي خلي بالك سعادتك يعني دي ما حصلتش قبل كده، اول مره تحصل. انا بشوف كتير، بحس ان هم بيكذبوا وبيمثلوا. يعني دي بقت طالعه موضه دلوقتي في التيك توك كمان، انه الشباب والناس يقول لك شوف الشباب اللي في المترو اللي في القطر اللي بنت اللي مش عارف قاعده فين مش عارف، وبيبقى مش صوتهم. والله يا دكتور بس اول مره يعني اشوف عزا بقى، دي جديده عليا بقى. وجديده عليا انا كمان. انا بقالي النهارده مثلا قولي اكتر من 50 سنه. الله يديك الصحه المهنة والعمر يا رب. ما شفت يعني زي ما حضرتك بتتكلم مع الشيخ سيد سعيد، في حد يقلد حد؟ في ولد برضه تاني طالع ان شاء الله هنكشفه وهنجيبه، بيقول ان هو بيقلد المشايخ وما هوش حافظ القران.
ولا بيعرف يقرا قران ولا بيعرف يقرا حاجه. وجابوه وبرضه بيقول انا بقلد الشيخ عبد الباسط. سبوبه يعني. ابدا ما بيقلدش حد كمان. ولا عارف يقلد حد وبيقرا. انا بصراحه انا الحقيقه يعني مش عارف اعمل يعني ايه التصرف. وشوف الراجل قاعد ازاي ولابس العمه وقاعد يقرا ومتقمص ومتقمص يا شيخ حشيش. متقمص شخصيه. ما هو عاوز حد يقول له يعني اقرا قول الله تعالى. الله يفتح عليك بقى والناس تجيبه بقى في عزاءات تانية وبزنس بقى. والله يا دكتوره يعني انا برضو من خلال حضرتك انا برضو يعني بقى ايه بلوم الجمهور وبلوم الناس لان الناس يعني بيمشوا ورا اي حاجه. بس الناس يعني غلبانه وطيبه مش فاهمه مين كان ممكن لولا يعني احنا اكتشفنا ده بالذات لانه الصوت الحقيقي اكتشفناه موجود وجبناه واتكلمنا معاه اللي هو كان معانا ولسه موجود معانا دلوقتي في المداخله. هو ياخد حقه ازاي يعني؟ هل امير السعيد ده موجود الصعيدي هل مقيد في نقاب؟ لا ده احنا عاوزين ده احنا ان شاء الله هناخد بياناته ان شاء الله وهيقدم للقضاء. لانه اولا هو بيسرق مجهود غيره كمان حرام. احنا هنكتشف ان هو ولا حافظ قران ولا حاجه وان هو بيشتغل شغلانه ثانيه وعامل الشغله دي سبوبه بياكل منها عيش. ويعني انا مش عارف والله حتى القران يعني حتى القران اعتدوا عليه. انا مش عارف يعني بيقلد واحده مطربه بيقلد مطرب بيقلد كذا بيقلد كذا. انما القران الكريم يعني ده الانسان ساعه ما بيقرا القران فانما يكلمه الله سبحانه وتعالى. اي والله يعني صحيح. اذا اردت ان يكلمك الله فاقرا القران. يعني فين يعني ما فيش خشه من ربنا سبحانه وتعالى. يعني الراجل اهو حاجه غريبه. الراجل قاعد اهو قاعد يحرك شفايفه وبيكذب. وده كذب اهو. ما بيكذب اهو. طب دلوقتي الشيخ سيد سعيد يعمل ايه؟ يعني هل يتقدم ببلاغ للنقابه؟ يتقدم بشكوى لنقابه القراء ونقابة القراء إن شاء الله ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد هذا المدعي. سامع يا شيخ سيد؟ الشيخ سيد لا ده حبيبي الشيخ سيد. شيخ محمد يا حبيبي يا شيخ محمد. ازيك يا شيخ سيد؟ ازي صحتك؟ ربنا يبارك فيك. كل سنة وأنت طيب. احنا بنشكر الدكتورة. أنا بشكر الدكتورة. أنا بشكر الدكتورة. سمعت صوتك النهاردة. أنا بشكر الدكتورة وبشكر القناة لأن القناة الساعه فضل عليا قبل كده. نعم. فضل عليا قبل كده. هي بسطتني. هي بشكرك انك متبني هذا الموضوع. لا ازاي هي الدكتوره. انا بقول لك ايه انا شكوتي الوقت لك شخصيا. نعم. على الهواء مباشره. نعم. شوف الاخ ده منين وما نلحقه وما نسيبوش. هناخد بياناته من القناه ان شاء الله وهنرفع عليه قضيه امام هنبلغ النيابه العامه ان شاء الله. واطمئن يا شيخ سيد وانا معاك هذا المدعي سينال جزاء ان شاء الله. مش على ده وبس فيه مقرين برضو كتير لابد ان نتخذ اخراج. قبل كده خدنا برضو مع الدكتوره جابت لنا برضو عينه. شفتها برضو البرنامج. وانا معاك في هذا الموضوع ولو عايزني اجي لك. كان سمير عنتر ساعتها يا شيخ حشيش. والله يا شيخ سيد والله يا دكتوره لن نترك احدا ابدا يعتدي على كتاب الله ان شاء الله باذن الله. ونتكاتف جميعا كل يؤدي دوره على كتاب الله. وانا بس عاوز حضرتك تديني بس دقيقه. اتفضل دقيقتين. اتقدم فيها بالشكر لمعالي الدكتور محمد جمعه. الدكتور محمد جمعه وزير الاوقاف. نعم. وبقول له يا دكتور يعني لو تتكرم علينا كما تتكرم. انت دائما بتدعمنا ماديا وادبيا فدعمنا التعديلات القانون اللي احنا ارسلناها لمعاليكم في الوزاره. يعني لو تتكرم وتوجه بالانتهاء منها وعودتها للنقابه ونظرتك الثاقبه اللي بتدافع فيها عن القران تضيفها على ما قدمناه من تعديلات علشان احنا يبقى برضه معانا
يعني سلاح اقوى من الموجود معانا. فمعالي سلاح الدكتور قانوني يعني. يا معالي الدكتور الله يكرمك، يعني وجه بالانتهاء من هذه التعديلات ويرسلها للنقابة حتى ندخلها مجلس النواب ونأخذ بها موافقة وتكون معنا، يعني نستطيع ان احنا برضو ايه يعني يبقى معنا سلاح اقوى من يكون ردع يا شيخ حشاد، يكون ردع شوية. فبارك الله فيك يا معالي الدكتور، واحنا بنشكرك على الخطاب الذي ألقيته في نواكشوط في موضوع السلم، ومصر دائما تدعو إلى السلم. بشكرك جدا فضيلة الشيخ محمد حشاد نقيب المقرئين، وفضيلة الشيخ سيد سعيد إن كان هما بيعملوا كده علشان يجيبوا مشاهدات ولا يجيبوا بيزنس ولا يجيبوا فلوس، فأنتم في إيديكم القرار والمصير، يا إما تتفرجوا عليهم أكتر وتحققوا لهم مشاهدات أكتر وفلوس أكتر، أنا بكلم عن الناس، وتخلوهم يتعاملوا مع كتاب الله بقلة الأخلاق دي، أنا شايفة أن دي قلة أخلاق، أو تقوموا بأنه أنتوا يعني تعملوا بلوك وما تنشروش وما تشوفوش المهزلة اللي بتحصل دي، لأنه ده يعني حاجة الحقيقة سيئة جدا للقرآن الكريم. ومشاهدينا وصلنا لنهاية فقرتنا، والفقرة الجاية بقى يعني أنا لبسالها أحمر، شوفوا بقى معناها إيه. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. احنا الشراكة النهاردة فخورين بالتعامل مع شركة اتصالات مصر، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والتليكومينيكيشن في مصر وفي الوطن العربي، وشركة دبي ديفلوبمنتس. احنا لينا بورتفوليو كبير جدا في العاصمة الإدارية، عندنا مشروعات سواء أبراج إدارية وتجارية أو مولات تجارية موجودة في منطقة الـ R7. الشراكة النهاردة شراكة لتقديم الخدمات الذكية كأول مطور عقاري يقدم هذه الخدمات على المستوى الكوميرشال في العاصمة الإدارية. فده كان مضمون الشراكة، والأنظمة الرئيسية الخاصة بالشراكة دي هي أنظمة اتفصلت تحديدا أو خصيصا على التصميم الهندسي الخاص بالمشروع. المشروعين بتوع دبي ديفلوبمنت في العاصمة الإدارية الجديدة يعتبروا علامة مميزة جدا إن شاء الله في العاصمة، سواء أوبسيدير تاورز أو دبي كابيتال مول. واحنا كشركة اتصالات مصر فخورين ان احنا الشريك التكنولوجي للمشروعين، بنقدم احدث الحلول التكنولوجية سواء لإدارة المرافق او لأنظمة المراقبة او أنظمة الترفيهية او الواي فاي، كل ما يخلي حياة سواء المقيم او الزائر للمشاريع دي بدون اي مشاكل بدون اي تعقيدات، ويتيح للمطور إدارة مشروعه بطريقة ذكية. الناس لما انت بتقول لهم ان انا عامل مبنى ذكي في العاصمة الإدارية وجايب اتصالات، واتصالات بالفعل هتقدم خدمات 1 2 3، تبدأ تشرح له الكلام ده، بيبدأ يقتنع بالمنتج اللي انت بتقدمه له، وبيحس ان هنا لا في شغل بجد. والله احنا يعني بنبقى حريصين دايما في شركة دبي وفي حركة المشروعات عامة على تقديم قيمة مضافة للعميل وإعلاء قيمة المنتج اللي بيقدم بعيدا عن التنافسية السعرية أو العروض المالية الخاصة بالمشروعات. فمن المنطلق ده كنا حريصين على الاتفاق مع شركة اتصالات على المشروع الكبير اللي بنعمله معهم على مشروعات كابيتال دبي مول ومشروع أوبسيديا تاورز. في خلال 4 شهور فاتوا عملنا زيارات للمواقع كلها، اشتغلنا مع التقنيين من الطرفين من عند شركة دبي ومن عند شركة اتصالات على بناء سوليوشنز ذكية تخدم المشروعات بشكل كبير جدا وتخدم العميل وتعلي من قيمة وحداتهم اللي هم اشتروا. المقاول اللي بينفذ بياخد هذه الاعتبارات وهذه المواصفات في اعتباره أثناء التنفيذ من أول الأساسات لحد آخر مرحلة في مرحلة الإنشاء يعني. مشاهدينا
دقت ساعة القمة خلاص، يعني 72 ساعة تفصلنا عن قمة الأهلي والزمالك في الدوري، القمة اللي كل الناس جوه مصر وبره مصر بتنتظرها على أحر من الجمر، كله بيبقى مستني ماتش الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي علشان يعرفوا مين بطل القمة. المباراة الوحيدة اللي خارج التوقعات، مباراة لا ليها حسابات ولا توقعات، مليانة حكايات وروايات. أول ما حكم اللقاء يعني إن هو يبتدي يطلق صفارة بداية المباراة، نتفرج على 90 دقيقة إنه أشغال كروية شاقة، وشفنا في الماتشات اللي فاتت لعيبة كتير صنعت مجدها في مباريات القمة وفضلت في الذاكرة العمر كله، اللي سواء أهلي أو زمالك داخلين قمة إن شاء الله قمة السبت، وكل فريق طبعا نفسه يكسب ويفرح ويفرح جمهوره. وعامة زي ما قلنا في الأول، القمة لا ليها حسابات ولا ليها توقعات، المهم إننا نشوف مباراة قوية، ناس بتلعب كويس بين قطبي الكرة المصرية، ونشوف التزام من الجمهور في المدرجات، واللي يكسب نقول له مبروك، نبقى ناس كده شيك كده ومحترمة كده. يعني احنا معانا النهاردة هنتكلم في مواضيع حلوة جدا في 90 دقيقة، اتنين من كبار النقاد الرياضيين معايا، الأستاذ عصام شلتوت، اهلا وسهلا يا استاذ عصام. اهلا بحضرتك يا دكتور. ومعايا الاستاذ عبد الناصر زيدان، اهلا بيك يا استاذ ناصر. منوره الدنيا يا دكتوره، و90 دقيقه دايما منور بيكي، وربنا يستر. بصوا معايا مين بقى الاثنين اللي معايا، ربنا يستر على الحلقه النهارده. هتكلم معاهم في القمه وكواليسها واحداثها، ومين الاقرب للفوز ومين اللي اقرب للخساره، ومين عنده ورق كسبان ومين مش في حالته. واهلا بيكم في 90 دقيقه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. هم فعلا 90 دقيقه زي اسم البرنامج. ايوه زي الماتش، يعني احنا في ماتش دلوقتي. استاذ عصام، ازاي شايف ماتش الاهلي والزمالك؟ لا شايف اللي نفسي هم كمان يشعروا بيه كنجوم وادارات. هذه القمه ضمن 10 قمم او دربيات او كلاسيكيات في العالم محسوبه بالورقه والقلم، هي ضمن منظومة الكبار في كرة القدم. أهم شيء يميز أي قمة من دول اللي حضرتك قلتيه، لعب نظيف، الالتزام، تشجيع مثالي صحيح، وليفوز من يفوز لأنها قمة متكررة. وبالتالي الرقمية مين فيها أقرب للفوز؟ مفيش في ماتش الأهلي والزمالك مين أقرب. هتقولي نظريا الأهلي متقدم ومتفوق ومعنوياته عالية. طب مين ورقه أحسن؟ حتى مين جاهز اكتر؟ الاهلي، ما انا بقول لحضرتك اهو. لكن هذا الابتعاد النظري في الزمالك لا يمكن ابدا الا مع صافره الحكم، زي ما حضرتك قلتي بالظبط، تلاقيه عامل كده. يعني ممكن يكون الاهلي احسن والزمالك يكسب فورا. فورا، والعكس، والعكس بالعكس. وده حال القمم كلها على فكره، مش في مصر بس، يعني مش بنقول ده على الاهلي والزمالك بس، يحدث هذا حول العالم. لان دي مباريات اللا مقاييس، اللا معقول، اللا منطق. طيب استاذ عبد الناصر، كفه مين ارجح، الاهلي ولا الزمالك؟ بصي انا بحب دايما المغامره، فبحب اتوقع. هذه القمة. ايوه بقى. بصي اتوقع، انا بتوقع مباشره كده، متوقع ان هذه القمه تكون بيضاء لاسباب معينه، في عده ظواهر. تعادل؟ لا بيضاء. الزمالك، الزملكاويه. الزمالك اللي هيكسب. انا متوقع فوز الزمالك. ليه؟ في مجموعه ظواهر تسبق المباراه. بتجعل الدوافع عند الزمالك اكبر. لازم اعرف زي ايه الدوافع. اهمها ان الزمالك منذ بدايه سنه 23 لم يحقق اي انتصار. الزمالك مع نهاية 22 ودخوله 23 خسران 22 ودخوله 23 خسران 4 بطولات. نفس الدوافع اللي أنا توقعت بيها فوز الأهلي في السوبر انقلبت وأصبحت دوافع للزمالك. فيريرا، مباراة الفرصة الأخيرة ليوم السبت. لو فيريرا حقق فوز، يعني لو خسر هيمشي على مسؤوليتي الشخصية.
فيريرا سيرحل. دي معلومة مهمة دي يا جماعة. بصي على مسؤوليتي الشخصية. فيريرا لن يغفر له جمهور الزمالك. انت بتراهن عليها؟ بصي لن يغفر له جمهور الزمالك ولا رئيس نادي الزمالك وإدارة الزمالك مزيد من الإخفاقات، لأن فيريرا تأكلت كثير من شعبيته. لا طب أسأل أستاذ عصام، متفق مع الكلام ده؟ أكيد. إنه فيريرا لو خسر هيمشي؟ مؤكد عشية الصافرة النهائية، لأنه فعلا مجلس إدارة الزمالك رئيسه وجمهوره، حتى الجمهور اللي كان منحاز لفييرا بدأ كمان هو يحس إن الراجل بقى مستعلي على الزمالك، وبالتالي هم عملوا الصح. ما كانش ينفع يمشي من ماتش أو اتنين، هيستنى بيه زي ما عبد الناصر قال للقمة. طيب هل متفق معايا على ان هي هتبقى قمة بيضاء؟ لا الحقيقة ممكن عبد الناصر راح في حتة المغامرة والتوقع والدوافع بدوافع، هي دوافع حقيقية، لكن مين يقول ان غلطة لاعب ما تخلصش كل ده؟ بس الاهلي برضو عنده دوافع يا جماعة. مؤكد هو الاستاذ عصام بيتكلم نظريا على الورق. الاهلي يكسب، لان الاهلي التيم عالي جدا في الفترة الأخيرة، عودة كهرباء عملت حراك رهيب، الصفقات الشتوية الجديدة كلها متواجدة بقوة. وقف بقى. ومع ذلك عايز أتكلم بقى يا جماعة. ومع ذلك ما قلتش يكسب، قلت لك مين يقدر يقول ويكسب. عايز بقى أقف عند كهرباء بقى. نتكلم على كهرباء. أنا وعدتك إنه يلعب. وعدتك إنه يلعب في المباراة. مظبوط، ده حقيقي. أنا بقى عايز أسألك، مشاركته امبارح في الماتش موقف قانوني ايه عشان الناس تفهم؟ سليم 100%. 100%. سليم 100%. طبعا. وهيفضل يلعب لغايه امتى؟ اولها لغايه 2 فبراير هتنعقد اسمها لجنه الانضباط وترى ما قدمه الزمالك من استدلال جديد انه ما خدش فلوسه وان اللاعب الموقع عليه العقوبه لا زال لم يسدد، وبالتالي اما ان يصدر قرار فوري وده مش معتاد. بيصدر خلال شهر ولا حاجة ويظل يلعب. إذا صدر القرار في أقصى شيء يعني لا يتمناه يعني محامي كهرباء أو كهرباء بإيقاف جديد، يذهب هو فورا للاستئناف مع تقديم ورقة الاستئناف، يعود مرة أخرى للعب لحين انعقاد الجمعية. لكن الزمالك يحتفظ بكامل يعني حقوقه. لسه قدامنا مراحل قانونية كتيرة. بالظبط هو ده بقى. بس من هنا لـ2 فبراير كهربا في الملعب. طبعا طبعا، وبعد 2 فبراير. طيب أستاذ عبد الناصر، فلوس النادي الزمالك ده، أنا عايز أقول رأيي في موضوع كهربا. يلا تفضل. بصي احنا في فوضى عارمة معلوماتية في موضوع كهربا. انا اطلقت صح. انا متفقه مع حضرتك. انا اطلقت عليها مولد سيدي الزايد. واستاذ عصام قال الكلام ده. لا بس اقول لك على حاجه. احنا في مولد سيدي الزايد. بصي انا بقول لك كهربا موقفه سليم 100%. انا عارف حاجه ولا عارف حاجه؟ اتحاد الكوره اللي قال ماليش دعوه. اتحاد الكوره من لا يملك ومن حال اتحاد الكوره مش بعت للاهلي خطاب. اتحاد الكوره بص اتحاد الكوره لا يملك، منح الاهلي ورقة من الأهلي خدها علشان يبعت للاتحاد الدولي يقول له يا اتحاد يا دولي، يعني الورقة وصلت، الجواب وصل الساعة 2 الظهر النادي الأهلي. لو النادي الأهلي ختم على إن ده سليم ما كانش ترجم الجواب إلى الإنجليزية وأرسله للاتحاد الدولي. الأهلي أعلن ليه؟ بقول لك منسد الزايد، إحنا ما حدش فينا شايف حاجة عشان نحترم يعني مشاهدينا. أنت بتشكك في الموقف القانوني انه كهربا يلعب؟ انا بشكك في كل المعلومات اللي موجوده في السوق، بس خلي بالك. ولكن لا اشكك. طب ما يعني ايه برضه؟ انا مش فاهمه. خلي بالك دي ترفع يعني اتحاد الكره من الخدمه دي. أيوة، فيهاش هزار. وقد توقف النشاط اذا كان اعطى للاهلي خطاب. يا استاذ عصام على مسؤوليتي الشخصيه، اتحاد الكوره حتى الرابعه فجرا كان ردوا على النادي الاهلي، انا ما اقدرش اطلع خطابات. في خطاب جالي من الاتحاد الدولي تفسيره عندك، انا ماليش دعوه. طب وبعدين ايه اللي حصل بعد الخطاب؟ حصلت اتصالات اجبرت اتحاد الكوره ان يطلع الخطاب ده، ولذلك اتحاد الكوره. يعني ايه اجبرت؟ يعني حضرتك متفق مع هذا الكلام؟ لا دي معلومات عندنا. اجبرت؟ لا انا بقول لك انا المسؤول عن هذا الكلام. يا بس الاهلي قال انه هيشكو ان هناك تواطؤ ضد اللاعب، وبالتالي هيدفع بمحامي كهربا عشان كده، والا ما يتقص الخطاب ده خروجه من اتحاد الكره معناه مش بس المجلس ده يتحل،
يوقف النشاط في مصر. ما هو اتحاد الكرة يا أستاذ عصام عمل إيه؟ هو اتحاد الكرة أجبر على هذا الخطاب، ولذلك آخر سطر هو اللي خلى الأهلي اعتبر أن الجواب هو العدم سواء، لأنه آخر سطر قال له إيه؟ وعلى النادي الأهلي بيؤكد عليه اتباع الخطوات اللازمه في تطبيق اللوائح بتاعت الاتحاد. لا مش على النادي الاهلي. طيب هو معلش يا جماعه احنا يقال انه بيخاطب الاتحاد. ايوه ما هو كده يعني معناها بحطه في موقف ان انا ماليش دعوه. انا معايا قنبله في موضوع كهربا. معايا على الهاتف الناقد الرياضي محمود الشيخ، نعرف منه موضوع ان كهربا باع بعض ممتلكاته الفتره الاخيره، هل الكلام ده صحيح؟ مساء الخير واهلا بك في 90 دقيقه. استاذ عصام شلتوت والاستاذ عبد الناصر زيدان. اهلا بك يا ابو حنفي. ازيك يا حبيبي منور. ازيك يا ريس، ازي حضرتك؟ ايه القنبله دي يا محمود؟ كهربا بقى ممتلكاته. بص يا دكتوره، الموضوع يعني جديد على الكره المصريه، فكان في لغط كتير جدا الفتره اللي فاتت، وعلشان كده كان في اراء مختلفه. لحد النهارده احنا بنتكلم هل كهربا موقف الاهلي صحيح يلعب ولا ما يلعبش، لان الموضوع كان اول مره يصار في الكره المصريه. نفس الموضوع، كهربا كان متخوف خلال الفتره اللي فاتت ان الزمالك ممكن يحجز على ممتلكاته، وكان عنده تخوفات. وبعدين عمل ايه؟ لو ما دفعش برضه بعد التحذيرات جات له ان ممكن يتحجز على ممتلكاته، زي الاحكام اللي بتتاخد على بعض اللعيبه. تمام. كهربا بدا يتنازل عن بعض ممتلكاته او ينقل ملكياتها، زي موضوع عبد الله السعيد والاهلي، صح؟ لا مختلف. مختلف يا فندم. موضوع عبد الله السعيد حاجه وكهربا بس حجزه على لم يحجز الزمالك على ارصدته. الزمالك لم يحجز. لا. على كهربا. بس هو محمود بيقول انه ده كان هيبقى حق، لو ما دفعش يبقى حق الزمالك. ده المعلومات اللي كانت واصله لكهربا يا استاذ عصام. اما انا بقول لك انت كلامك صح، لان هي هتبداي كده، هتدفع يعني هتدفع. انا عايزه تاكيد يا استاذ محمود واجابه واضحه على سؤالي يا استاذ محمود، هل كهربا باع ممتلكاته؟ كهربا باع بعض ممتلكاته فعلا، بس لبعض قرايبه اخواته والمقربين منه، علشان لو حصل حجز اي وقت على ارصدته او على الممتلكات بتاعته يبقى عنده ممتلكات خارج المبلغ او خارج او غير خاضعه للحجز عليه. طيب استاذ محمود بقى اخيرا، توقعاتك للقمه، مين الاقرب للفوز، الاهلي ام الزمالك؟ لا ماتش القمه ملوش توقعات، لكن الحاله المعنويه والحاله الفنيه للنادي الاهلي في الفتره دي افضل بكتير جدا من الزمالك، لكن القمه دايما فيها مفاجآت، يعني دايما بنتلاقي الفريق الافضل قبل المباراه مش لازم يكون هو الافضل داخل المباراه، ليها حسابات تانية وحسابات مختلفه، الاولويه او الافضليه للنادي الاهلي، لكن ما نقدرش نتوقع مين طبعا يعني الماتش نفسه ليه عوامل كتير جدا، تجهيز اللعيبه، استعدادات اللعيبه، الدوافع والطموحات عند كل فرقه قبل المباراه، الحاله النفسيه للعيبه داخل المباراه. يعني تتوقع كم يا محمود؟ مش يعني انا اتوقع الاهلي ممكن يكسب 2-1 2-0. شكرا ليك الناقد الرياضي محمود الشيخ. ليه تعقيب؟ طيب على كلام محمود. في عجاله. محمود عبد المنعم كهربا وانا قابلته اكتر من مره الفتره اللي فاتت. ومقرب جدا لناس قريبه منه جدا، لم يفرط في اي شيء من ممتلكاته من قريب او من بعيد. والحكم اللي صادر صريح وواضح، نادي الزمالك ليه فلوس. ممكن يكون خايف الحجز بعد الناصر. لا بصي، اصل ما فيش موضوع الحجز. موضوع كهربا صغير بصي، يعني موضوع كهربا مختلف تماما عن موضوع عبد الله السعيد. حقه يخاف على ممتلكاته. ما فيش بصي، ما فيش خالص ما يجعل الزمالك لو عنده إمكانية حجز على ممتلكات كهربا 0.25% كان حجز، ما كانش استنى. لا مش الآن، هو لو من لو الأول لو 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 لو, لو كهربا تمالى ممكن توصل لحجز ممتلكاته. إذا ما دفعش، وفي الحالة دي هيعلن إنه مش هيلعب كورة يا أستاذ عصام. يرجع عليه مدني. لو طيب كهربا. ما هو يا أستاذ عبد الناصر، ما هو من حقه يخاف بقى. لا فيش رجوع مدني. لو ما دفعش هيبطل كورة. طب ولو ما يبطل كره فلوس الزمالك فين؟ امال ليه الاهلي حجز على ارصده عبد الله؟ ده مش حكم مدني، عشان الاهلي الحكم خده من مركز التسويق والتحكيم. ايوه بس ده برضو مش حكم بالحجز، ده حكم تحفظي ان البنك اللي عنده فلوس لعبد الله يخليها لما يبقى في حكم. طب ما ممكن يحصل مع كهربا فعلا يعني. الحكم اللي صادر للاهلي 2 مليون دولار في عبد الله السعيد من مركز التسويق والتحكيم الرياضي المصري.
طيب انتوا شايفين، انا عايزه كل واحد فيكم يقول لي حل موضوع كهربا ازاي. هبدا بالاستاذ عصام شلتوت في عجاله الاجابه. حل موضوع كهربا انه هيدفع، يعني هيدفع مماحكات قانونيه زي ما بنشوف في كل الدنيا. ده يدفع باستئناف، وده يروح يعمل له محضر، وده يقول له محضر اداري، بس في ايه؟ في المحكمه الرياضيه. بس في الاخر يدفع، هيدفع لابد، لانه في ضمانه لفلوس الزمالك وفوائده. الاستاذ عبد الناصر زيدان، انا معرفش اقول لك ليه. ليه؟ لان انا قلت لك ده موضوع كهربا، انا مسميه في مصر مولد سيد الزاير. ما حدش عارف معلومات دقيقة، لكن بص نمتلك ايه؟ نصدق الاهلي ما نكدبهوش، ونصدق الزمالك ما نكدبهوش. ليه؟ الاهلي امبارح اعلن ان مشاركة كهربا تمت بناء على ميل جه من الاتحاد الدولي، ادى كونفيرم على خطاب اتحاد الكرة. يعني الاهلي لما ترجم خطاب اتحاد الكرة وبعته للاتحاد الدولي، قال له ايه؟ قال له يا فندم اتحاد الكرة المصري، الاتحاد المحلي قال لنا. يعني ما لعبش على بناء خطاب الكرة بس. لا 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 لا، بصي ترجم الخطاب للانجليزي، هكذا قالوا لنا في الاهلي، انا ما شفتش حاجه. ولذلك انا بس ده ما كانش بيان رسمي منهم. ما لحظه بس، لا ما هي دي معلومه، ده مش محتاج بيان، معلومة. ده بيبقى معلومه ده اتاكدنا يعني. كونفيرم من الفيفا بيقول ليس هناك مشكله في مشاركته. يعني استاذ عبد الناصر الاهلي، بس دكتور المعلومه اتفضل. لان الاهلي بتاريخه الطويل وادارته العظيمه لا يمكن ان يغامر ببطوله كاس ويلاعب لاعب بس. وانا متفقه معاك في ده. تعالي بقى، ما احنا كده صدقنا الاهلي اللي عنده كونفيرم ان ما فيش مشكله في المشاركه. لان الاهلي مش طرف في العقوبه. الاهلي عايز يطمئن على صحه المشاركه. تمام. الاهلي مش طرف في العقوبه. الزمالك الاستاذ امير مرتضى طلع عليه المشاركه غير قانونيه، ومعانا ما يثبت انها غير قانونيه، وارفقنا سيدي المباراه، والزمالك بعت خطابه الثالث من ساعتين وانا بتكلم معاكي. اول خطاب بعته يوم 12 يناير مع نهايه العقوبه بتاعت الايقاف يوم 11، ان النهارده انتهت العقوبه وكهربا ما دفع لناك فلوس ولازم تستمر عقوبته. الخطاب الثاني بعته بعد خطاب اتحاد الكوره ما طلع، اللي هو قال للاهلي الله ينور عليك. الخطاب الثالث بقى ارسله بعد مشاركه كهربا في مباراه سموحه في كاس مصر. فاذا انا صدق الاهلي وصدق امير. ليه؟ لا انا فاهم حاجه ولا قعدت مع محامين، لكن احنا عندنا شوشره على السوشيال ميديا. بس في الاخر اللاعب شارك يا فندم. الموضوع بقى راي عام في مصر وحكايات سوشيال ميديا، ما عشان كده احنا بنتكلم يا فندم. ما فيش حد عنده معلومه دقيقه في شيء. كلنا يعني انا عايز اسال سؤال الاستاذ عصام مش عارف يوافقني فيه. يوم 2 فبراير في واحد فينا عارف في ايه؟ لا، في شواهد قبل كده عبد الناصر. ماشي معاك. شواهد بتقول لن يكون هناك حكم في نفس اليوم. بالظبط. عارف زي ايه؟ زي ما يقول لك ده يوم تسليم الاوراق. بس نفترض جدلا يا استاذ عصام الحكم. ما احنا قلنا كده برضه. ونفترض طب انا عايزه بس ارجع معلش. هيروح للاستئناف. الله ينور عليك. اذا بص كلنا ننتظر 2 فبراير لحسم الموقف. انا عايز ارجع لمشاركه كهربا. بص ما هو جاي لك. من هنا ل 2 فبراير الاهلي اعلن ان في، مش اعلن، الاهلي بيشارك كهربا بكونفيرم من الاتحاد الدولي ان المشاركه سليمه، والزمالك بيرد ان المشاركه غير سليمه. حقه بالظبط. لا يحسبوا الاتحاد الدولي. بص يا دكتورة. بص يا دكتورة، النهارده محامي كهربا النهارده محامي كهربا او احد المحامين رمى حاجه ملهاش دعوه بقانونيه الموضوع، قال ايه؟ وربما يتم تخفيض العقوبه. الكل بيلعب على السوشيال ميديا، ده كلام عالي تماما من الصحه. المبلغ حكم. طب وهل ينفع اصلا العقوبه تخفض؟ يا دكتوره المبلغ حكم نهائي، الكلام في المبلغ. الزمالك هياخد الفلوس، هياخد الفلوس. ولكن كهربا ينتظر الاتي، ينتظر مذكره، وانا بكلمك اللي عمله المحامي التونسي مش المصري، اللي عمله المحامي التونسي. مذكره فيها اربع اسباب قهريه يسعى من خلالها لاستمرار كهربا في الملاعب حتى ديسمبر القادم عشان مع تقسيط المبلغ. انا بكلمك المفيد. طيب استاذ عصام، هل كهربا استفز جمهور الزمالك فين امبارح في الملعب؟ ليه وانا لما احتفل بشعار بعض الحركات الاداءات؟ حضرتك قولي لي نداءات الاداءات. اداءات زي ايه يعني؟ انا اداءات الاحتفال، طريقه الاحتفال مثلا. ما شفتش غير التيشيرت جمهور الزمالك، وده مسموح بيه يتعمل من اي لاعب لاي جمهور يعني. يعني هو ليه لازم يا دكتور كهربا كان بيحتفل مع فرقته مع جمهور الاهلي دون ان يوجه شيء للزمالك؟ ولكن مشاركه كهربا نفسها هي استفزاز للزمالك.
لانها الموضوع حرب. خلينا نسمي الامور بمسمياتها. يعني هو كهربا لم يشر كروية. أيوة. طبعا الكهربا لم يشر باي شيء يسيء للزمالك. بس اللوجو راح للجماهير بتاعت الاهلي حقه. ولكن راضي. الموضوع حرب. مشاركه كهربا اعتبروها في الاهلي وجمهور الاهلي انتصار لكهربا في ازمته. في الزمالك اعتبروها انكسار او هزيمه. كل واحد من حقه ان يدافع عن قضيته. الزمالك من حقه ياخد الفلوس وبيحارب على انه ما يسيبش حق نادي. وكهرباء بيسعى انه يلعب. كهرباء حتى 2 فبراير هيلعب. يوم 2 فبراير كلنا ننتظر زينا زي كل العالم العربي. المشاركه سليمه ولا مش سليمه؟ كلام الزمالك صح ولا كلام الاهلي؟ تقسيط المبلغ ولا مش تقسيطه؟ عقوبة جديدة ولجنة تأديبية ولا هيلعب لغاية أغسطس أو ديسمبر؟ بس على فكرة جمهور الأهلي طالب الخطيب بدفع الغرامة. جمهور الأهلي كأن كهرباء هو صفقة جديدة. لا يمكنه السداد. الخطيب يروح النيابة العامة ولازم نوعي الجمهور. المجلس كله. الخطيب في مجلسه يروح. أقول لك ليه؟ 70 مليون جنيه. الجمهور اللي على السوشيال ميديا شاف إن كهرباء فارق مع الفرقة. يا فندم لازم نوعي الناس. لكن النهاردة قانونية خروج الملايين دي الاستاذ عصام مثلا لما يجي يكلم الكابتن محمود الخطيب، الكابتن محمود هيقول له انا واقف جنب كهربا ومتعاطف معاه جدا ولكن ما اقدرش اطلع له مليم. ممكن ما يعملهاش بشكل معلن كده. ما لناش دعوه بقى اللي تحت الترابيزه. ما لناش دعوه. حضرتك عايزه تقولي مش معلن. الجمهور بيقول كده. محبين او كذا. ده موضوع تاني. وارد جدا. بس ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. زي بالظبط فكره الاتوبيسات والرحلات دي. أيوة. على فكره لا تمول. وعرفنا في الاخر ان لجنه اللي هي لجنه الجمهور دي اللي خالد مرتجي والذين معه هم اللي اجروها لان ما يقدرش يطلع من خزنه النادي. اسمحوا لنا معانا على الهاتف الناقد الرياضي محمد عراقي. مساء الخير استاذ محمد واهلا بيك في 90 دقيقه. مساء الفل يا دكتور بسمه. اهلا بيكي واهلا طبعا بضيوفك المحترمين النجوم الكبار الزعطات الزدان والزعطات شرتوت. مساء الفل يا عراقي. خليني أسألك أستاذ محمد، هل الزمالك قدم شكوى لاتحاد الكورة بعدم قانونية مشاركة كهربا؟ هو الكلام ده مش جديد. الكلام ده تقريبا من تاني يوم ما تم الاتحاد الدولي يبلغ اتحاد الكورة ان مش طبعا ان هو يلعب مع النادي الأهلي بانتهاء إيقافه. لا أنا معلش أنا بتكلم بعد مشاركة امبارح. لا مشاركة امبارح ده موضوع شكوي، ما فيش شكوى رسمية تمت. ولكن برضو عشان الناس تبقى فاهمة ان الشكوى فعلا اتبعتت مش للاتحاد المصري بس، كمان للاتحاد الدولي. بمجرد ما الاتحاد الدولي ابلغ اتحاد الكوره ان من حق كهربا المشاركه، وبناء عليه زي طبعا ضيوفك قالوا واشاروا ان فعلا يوم 2 هيكون في لجنه استماع لكهربا، وهو عنده 6 ايام عدى منهم تقريبا 3 ايام يقول اسانيده. وهو فعلا بعت اسانيده للاتحاد الدولي بيقول هو ليه ما دفعش. يمكن محامي كهربا بعت في الاسانيد ان هو طبعا اول حاجه هو بقاله سنه ما بيلعبش كوره. فبالتالي ما فيش اي دخل ليه بيدخل له. ده من ضمن الاسانيد. هو في نادي مصري فبالتالي ما بيقبضش بالدولار او المرتب بتاعه مش. طب هل الفيفا ممكن ياخد بهذا الكلام؟ دي حاجه بقى. اولا هو الموضوع الفيفا دايما دي زي ما قال محامي كهربا يا دكتور ان دي كيس ما حصلتش قبل كده. ان يعني دايما طول الوقت بيبقى فيه اتفاق بين النادي اللي عنده المشكله والنادي اللي هو داخل في خلاف معاه. طول الوقت بيحصل جدوله زي مثلا ما حصل مع الاهلي والنجم الساحلي. طب لو الزمالك ما وافقش على التقسيط؟ طيب انا هقول لحضرتك. ولكن في واقع الكهرباء الموضوع مختلف شويه. لان الزمالك مش هيوافق على التقسيط لان الزمالك في خلاف كبير جدا جدا مع كهرباء. صح. فبالتالي كهرباء تخطى مرحله الزمالك ودخل على مرحله الاتحاد. صح. ان هو بعت للاتحاد الدولي مباشره ان هو يقول له انا عايز اقسط العقوبه على 5 سنين. طب ايه الحل من وجهه نظرك يا استاذ محمد؟ الحل اللي دلوقتي ان دلوقتي كهربا هيلعب لحد يوم 2 فبراير بشكل طبيعي جدا خالص، ما فيش اي مشكله. لحد ما تحصل لجنه الاستماع. من المتوقع ان يتم يعني فرض عقوبه جديده على كهربا، ولكن برضه من المتوقع عشان يبقى الكلام واضح ان كهربا هيعمل استئناف على الحكم، فبالتالي هيتم ايقاف الحكم لحين صدور نتيجه الاستئناف. كهربا ممكن يفضل من حقه يلعب لحد شهر 8 مثلا لحد ما يتم صدور العقوبه النهائيه عليه، ولكن ساعتها هيكون كهربا مطالب بالدفع. طيب ايه اللي ممكن يتم لحد شهر 8؟ ممكن بس عراقي بس لازم نوضح للناس لان المعلومه دي مهمه جدا اللي انت قلتها، ان صدور عقوبه جديده يعني عقوبه جديده يحق لكهربا الاستئناف عليها مش استئناف على عقوبه قديمه. يعني ما يبقاش حكم نهائي يعني ممكن ثلاث فترات ايقاف، ثلاث فترات قيد. ده بيقولوا كده اول درجات التقاضي زي ما بيقولوا.
فيتم حكم جديد، ساعتها الكهرباء يبقى من حقه. احنا قدام سيناريوهات كتير يعني حقيقه. بص يا حبيبي جدا، انا برده عايز اخدها برده من كلام زطمش التوتي يا دكتور بسمه، دي نقطه مهمه جدا، ان كهرباء هو واقع بين مقصله، واقع بين دعم كبير جدا من النادي الاهلي ومحاربه شديده من نادي الزمالك. يعني كهرباء واقع في النص ما بين الناديين كبار عندهم لوبي كبير، عندهم نفوذ كبير وجماهير كبيره، بس المحكمه في الاخر ليها ورق مش جماهير. هو عايز يبحث عن مصالحه الاهلي طبعا، اكيد مصلحته انه يبقي على كهربا خصوصا بعد تعلقه. لا يعني انا اقصد انه في ضغط من الراي العام، من الجمهور، جمهور الناديين، جماهير الناديين. النادي الاهلي عايز كهربا يلعب، وجمهور نادي الزمالك مش عايز كهربا يلعب اكيد طبعا، وده نفس حال الادارات. فزي ما بقول طيب، فعلا كهربا واقع في النص ما بين. استاذ عراي اخر سؤال، حكام القمه اجانب ولا مصريين؟ اجانب طبعا، واحدا اجانب طبعا، مفيش اي كلام على حكام مصريين، ده طبعا يعني قرار. طب في اي اسماء طيب او يعني او اي دوله؟ في اكتر يعني، دايما اتحاد الكوره او دايما لجنه الحكام بتبعت للخمس دوريات الكبيره او الخمس اتحادات الكوره الكبرى في العالم، انجلترا واسبانيا وفرنسا والمانيا، ناس الكبار في العالم. اقرب دوله طيب؟ لا مفيش لسه لحد دلوقتي، كل ما رهيب لسه ما حدش رد، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني ممكن بكره بالليل الصوره تتضح بشكل. في تسريبه كده حصلت اما انجليز او برتغال يعني. لا بس كلاتنبرج النهارده كان موجود في مباراه، انا فاهم لما هو على فكره قال المعلومه ديت، انا باكد لك مسيطر في قصه الحكام، فممكن عنده معلومه في الجزئيه دي، ولكن فعلا ممكن فعلا تكون دي جنسيته، ولكن لحد دلوقتي الرد الرسمي او قرار رسمي من اتحاد الكوره بخصوص الرد الرسمي هيكون امتى؟ بكره بالليل، بكره بكتير ان شاء الله هيكون. المعلومه اللي قالها الاستاذ عصام شلتوت سليمه 100%، كلاتنبرج كان في استاد القاهره في مباراه زد والسكه الحديد في تطور مفاجئ انه يحضر مباراه ممتاز به للمره الثانيه، حضر مباراه في الاقصر ودي النهارده كان مباراه، فسئل وكان في تكتم رهيب، ووليد العطار قال للاعلام انه ممنوع الكلام، كل الناس سالت على ده، والاقرب الجنسيه اللي قالها الاستاذ عصام شلتوت. انا بشكرك جدا ناقد رياضي محمد عراقي. وبمناسبة بقى الحكام، على فكرة بمناسبة الحكام الأجانب، الحكام الأجانب الأهلي لما معلش أنا عندي أنا عندي فاصل وهرجع بقى على موضوع الحكام. السادة المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى، انتظرونا. السادة المشاهدين برحب بكم من جديد، وفقرة رياضية يعني وصلنا لنهايتها، وفي أهم حاجة عايزين نتكلم فيها في الآخر قبل ما وقتنا يخلص، هي لجنة الحكام. دايما يا جماعة الحكام أنا بشوف إن هم بيثيروا جدل أكيد. بعد كل ماتش يقول لك أصله الحكم، إحنا كان عندنا رئيس لجنة حكام تجربته شايفينها ازاي؟ هبدأ بالاستاذ عصام شلتوت. الكابتن عصام فتاح ولا تقصدي كلاتنبرج؟ كلاتنبرج. كلاتنبرج جه في وقت اصوات تعالت كلها انه عايزين خبره اجنبيه، والحقيقه ده كان حاجه كويسه قوي. تم اختياره باعتباره راجل دي شغلته، عامل زي اللي عنده مكتب ديكورات كده، يروح ياخد شقق يوضبها، عمل ده في السعوديه، عمل ده في اليونان، عمل ده في مناطق كتيره. لكن اللي اداله المشروع بخلفيه مصريه، الساده اللي بيديروا الجبلايه ما بقاش عارف يديله الحته كلها ولا نصها، لدرجه انه سمح له في العقد انه يروح اليونان، وده كشف هو في الجلسه اللي كان عاملها مع السيد جمال علام في وجود بعض اعضاء المجلس والنائب احمد دياب رئيس الرابطه، قال له يعني ما معناه انا ما اعرفكش. بس الفتره دي كان في توقف. لا ما هو ازاي انت تتعاقدي مع واحد متعاقد؟ وبعدين بدا يقول لهم في نواقص وفي حاجات، طب انتوا ازاي تعملوا ده؟ ثم الرجل ايضا مش مدد ايده في كل حاجه. تقييمك للتجربه ايه؟ التجربه الخواجات دي لازم تستمر بالراجل ده او بحد تاني، لكن انتوا مش جايبينه صح. ده كان لازم تلزموه ان هو اللي يتفرج على الماتشات زي ما عبد الناصر قال، هو اللي يعمل التعيينات زي ما بنتمنى، هو اللي يتحط كل يعني حاجه هو قدامه. صح، بس انتوا مش فاهمين دوره؟ لا مش هو صح، هو تم انتقاؤه عشان يسكتوا الراي العام، ففكروه بين بين راجل كده هيعديها سد خانه. هو جه عايز يشتغل في نفس الوقت اللي مش عايز يسيب بقيه الشغل اللي بره.
استاذ عبد الناصر فاشله بالثلث. ليه؟ اقول لك ليه. النهارده لما جيب انا، مش انتوا اللي بتطلبوا حكام اجانب؟ لو سمحتي، ما هو الاستاذ عصام قال لك عايزين التجربه الاجنبيه اللي تفيدنا، مش التجربه الاجنبيه الاونطاجيه. دي تجربه مش اي اسم والسلام يعني. ده بياخد 40,000 دولار، ولذلك لازم هنا احيي جمال. احنا عندنا ازمه في الدولار بقى كمان. بصي انا بحيي جمال علام الاول، لانه الاستاذ جمال علام مظلوم في ملفات كتيره، منهم ملف التحكيم. وحي الدولة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللي ليس من حقه التدخل في اتحاد الكورة، ولكن قال لهم الدولة لديها الاستعداد لتوفير. طب ما كابتن جمال علام هو اللي جابه. ما لحظة بس. ما لحظة، لا ما جابوش جمال علام. امال مين اللي جابه؟ ما تفتحناش ملفات بقى يا دكتور واحنا قاعدين. لا لازم نفتح. اللي جابوه اللي جابه الكابتن حازم إمام. طب لو كده بقى ما تحقيش جمال علام بقى. ما انا اقول لك عنده ملفات شائكه. ايوه انا معاك، انا بقول لك احييه انه ملفات شائكه مش قادر ياخد فيها قرارات. يعني لا حول ولا قوه. طيب معلش يعني هو جابه من غير موافقته؟ يعني موجود عليه فلوس مثلا بيسددها؟ يا فندم يعني هو جابه من غير موافقته؟ يا فندم في ترابيزه اتفقوا، جابوا من وراه؟ لا لا اتفقوا انه في ملفات مع ناس، الحكام والمدير الفني الاولمبي والفريق الاول خدهم الكابتن حازم امام ومحمد بركات، مع كامل الاحترام ليهم، انا بنتقد الناس محترمين جدا، ولكن ده اختيار الكابتن حازم امام. الراجل بياخد 40,000 دولار وبياخد اجازات بالعبيط وشغال في اليونان. على فكره هتقولي لي انت قاسي جدا في كلمه فاشل، لان تجربته في السعوديه كانت فاشله. كابتن عصام بيقول ان هو ناجح. يا فندم تجربته في السعوديه كانت فاشله. كان يمكن ان ينجح. طب اسمحوا لي هاتفيا من لندن معايا كابتن ابراهيم هلهول مدرب الاتحاد الانجليزي. مساء الخير يا كابتن. بالاتحاد الانجليزي. مساء الخير يا كابتن ابراهيم. مساء الخير يا دكتوره، ازاي حضرتك؟ دكتوره باسم منوره الدنيا. الله يخليك. حضرتك حضرتك واستاذ البرنامج، الساده المشاهدين، استاذ عصام شلتوت الناقد الكبير. منور يا كابتن. ربنا يبارك في عمرك حبيب قلبي. منور يا كابتن. غالي. كابتن ابراهيم. كابتن عبد الناصر، مساء الفل عليك يا مستر عبد الناصر. الله يخليك كابتن. كابتن ابراهيم، ايه رايك في تجربه كالتنبرج؟ طيب احنا هنتناقش والناس تستفاد مننا ولا بس في عجاله، لانه وقت البرنامج خلاص المفروض اقفل البرنامج، فمعلش دقيقه. لا 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 في طيب عجاله. شايف ان طيب انا شايف ان مارك كلاتنبرج لما اتعاقدوا معاه السنه اللي فاتت اتحاد الكوره في شهر 7، لما جه كان جاي ان هو هيطور التحكيم، مش هيبقى رئيس لجنه. فوجئ الراجل بعد فتره من الفترات ان هو بقى رئيس اللجنه استاذ عبد الناصر. لا معلش يعني ايه؟ مش فاهمه ده كلام مهم. يعني هو كان جاي التطوير، يعني هيبقى ديفلوبمنت، هيبقى ديفلوبمنت استشاري بالظبط، ان هو يأهل الحكام ويشتغل ويعرف ويطلع لنا حكام لكاس العالم 2026 ان شاء الله. ولكن الراجل فوجئ ان هو شغال، ان هو بقى رئيس لجنه، وان هو بيختار، وان هو بعده خالص زي ما الاستاذ عصام بيقول عن الهدف بتاعه. هدفه ان هو يأهل لنا حكام جداد. الراجل من احسن الحكام في العالم طبعا. لو رجعنا لفتره بسيطه استاذ عبد الناصر 2016 بس يا كابتن ابراهيم، يا كابتن ابراهيم يا بعد ما قلع زي التحكيم كانت تجربته الاولى في الاداره في الدوري السعودي، ولازم نقول انه فشل في مباريات الدوري السعودي وفشل في اداره التحكيم في الدوري السعودي. تمام انت من وجهه نظر طب ليه نجيب حد فاشل يا جماعه؟ طب يا كابتن ابراهيم، انت عايش في انجلترا، بعد اذنك سريعا في ثانيه بس تسمح للدكتوره، لما يكون عندنا جمال الغندور والدول العربيه كلها بتجيب ويطور التحكيم، لا بيجيبوا لي حل يا معلش انا بحب جمال. طب بعد اذنك انا عايز اقول على حاجه، لا نجيب احسن من جمال الغندور لما نجيبش. بالظبط كده. هو طب ما عصام عبد الفتاح كان موجود وكان في انتقادات. لا عصام عبد الفتاح عليه علامات استفهام كتيره. طب صلى على رسول الله. انتوا عاجبكم مصر ولا اجنبي؟ لا لا انتوا عايزين ايه؟ احنا عايزين كلمه الحق. طب اتفضل قول لنا معلومات عشان الدكتوره بس جمهورها يستفيد. يا استاذ ابراهيم نكمل. طيب يا فندم نكمل التجربه لغايه شهر 7 ونحكم عليه نديله. وعلى فكره هو بياخد 30,000 مش 40 يا استاذ عبد الناصر. 40 بالضرايب. لا 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 30 زائد ان هو لو حسبتها معلش يا استاذ عبد الناصر يعني اليوم ب 100 دولار 30 في 30 يعني بياخد 900,000 جنيه. لا مصر الكوره سلعه مكلفه. انا فاهم يعلمني. طيب
يا عم أيوة قول لي جمال علي يا جماعه انت بتقول له هو ماشي ماشي قول اللي اداله المقاوله احنا لازم نقول للناس كلام صح قول اللي اداله المقاوله قول له هات فار الفار ده متخلف الفار ده متخلف اربعه فيرجن يا جماعه الفار اللي عندنا ده اربعه فيرجن لورا طيب كابتن ابراهيم استاذ عصام حضرتك هو طلب من الاتحاد ان هو ماتيريال ما عندوش ماتيريال يشتغل بيها صح. احنا السيستم عندنا ضعيف جدا قديم جدا طبعا طلب ابجريد للسيستم ما فيش طلب حاجات كتيره طلب ما هو لو كده ما كانش وافق ما هو ما هو هو وافق ليه معلش يا استاذ مستمر ليه عشان بياكل عيش لما باجي لما بقول لا مش كده لما باجي ناسب اه هنعمل لك كذا وهنعمل لك كذا يا يا كابتن ابراهيم يا كابتن ابراهيم مصر مصر عظيمة يا كابتن هل ينفع طبعا. نجيب بعد إذنك نجيب واحد غير متفرغ كأننا في سبوبة ولا في شارع العتبة لا ماضي 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 معك لا مش متفقة معك يا كابتن لا 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 كمل تجربتي عشان ندي الراجل حقه الراجل قايل لهم وعشان كده مش هجيب طب معلش يا كابتن ابراهيم نسمع الاستاذ شلتوت اتفضل انا 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 اقول اللي حضرتك عايز تقوله الراجل ده وريهم العقود وقال لهم انا مش جاي اقعد عشان كده قال للنائب احمد دياب يعني ما معناه انت بتتكلم معايا ليه انا راجل قلت لهم من الاول فمحدش قادر يقول له تلت الثلاثه كام الكابتن حازم امام اللي جابه بص يا فندم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس لما في كاس العالم لما راح ما خدش ولا مليم في الثلاث اسابيع اللي راحهم في شهر نوفمبر احنا لسه بنتكلم على شهر 11 واحنا بقينا في سنه جديده لا 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 هم ولا مننا معلش تفرق لو سمحتي يا كابتن ابراهيم الراجل واخد واخد موافقه مع قبض كامل مرتبه 40,000 دولار وتاكد معلومه ال 30 اللي عندها غلط لا ماشي ثواني ما خدش ولا مليم في نوفمبر لما يا فندم خد المرتب كامل طب يبقى مين اللي غلطان يا عبد انا عندي الايصال بتاع المرتب بتاعه اتحاد الكوره حازم امام اللي جابه يعني ده كلام الكابتن حازم امام اللي جابه انا بشكرك كابتن ابراهيم هلول ومشاهدينا معلش يعني انا يعني ضيوفي طب هاتينا في عرقه تكون فيها وقت يا دكتوره طب هقول اخر سؤال ونرد في عجاله طيب يلا بينا اصل ما هو فتحتي ماتش القمه كم كام النتائج يعني والنتيجه بقى يا ابو احمد بس النتيجه هي مش هتفرق والنتيجه يا ابو احمد معلش والنبي تقول النتيجه يا ابو احمد النادي الاهلي كان فرق جون او جونين يعني كام يا كابتن والنتيجه بقى هنسجلها للتاريخ 2-1 للاهلي للاهلي 2-1 للاهلي استاذ عبد الناصر فوز الزمالك 1-0 ان شاء الله نلتقي واحنا خصوصا طالعين هوا مع بعض يومها من مكان بره الاستوديو على السوشيال ميديا مفاجاه من العيال الثقيل وهنشوف ايه اللي هيحصل ومشاهدين احنا وصلنا لو خسرت بعد اذنك يا دكتوره لازم اتغرم اللي يقوله الاستاذ عصام شلتوت طيب خلاص انا هو عرفني ان انا بحب الاهلي جدا ولكن اتكلم بمعطيات يعني بنتكلم بمعطيات طبعا مع كامل الاحترام للفريق استاذ بنز يعني مش مشاهدينا احنا وصلنا لنهايه فقرتنا وحلقتنا وبشكر الناقد الرياضي الكبير عصام شلتوت والناقد الرياضي والإعلامي الكبير عبد الناصر زيدان وناقشنا عدد كبير من الملفات الخاصة بكرة القدم واللي كانت متصدرة المشهد خلال الساعات اللي فاتت على رأسهم أزمة كهرباء وكمان قمة الأهلي والزمالك اللي هتكون يوم السبت ونتمنى أنها تكون قمة تليق بالأهلي والزمالك والكرة المصرية ومشاهدينا أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله وتصبحوا على ألف خير